النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء من يقوله لا يصيبه بلاء حتى يموت. دعاء من يقوله لا يصيبه بلاء حتى لغاية ما يموت لا يصيبه بلاء. ما هو هذا الدعاء؟ أن تدعو فتقول: اللهم إني أسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبة أمرنا رشدا. أن تجعل عاقبة أمرنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على محمد وسلم. من قال هذا الدعاء وواظب عليه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه بلاء لغاية ما يموت.